خلال العام طبعا ارتفعت نسبة الفسوحات بقارب 28.5%. طبعا هذا ليش صار؟ بالنسبة للهيئة مراجعة تنظيماتها وتشريعاتها تمكنت من تسريع عجلة التطور في القطاع الإعلامي، فبذلك صدر 1226 ترخيص إعلامي و494 شهادة عدم ممانعة. نعم سيد هتان، صوت واضح ولا لأن ماني سامع؟ سيد هتان سمعني الآن؟ ألو، نحن نسمعك سيد هتان، تفضل. إيه عفوا. فمثل ما قلت لك قبل شوي اللي هي صدر 1226 ترخيص إعلامي خلال العام و494 شهادة عدم ممانعة مسجلة ارتفاع 29%، بينما العمليات التصنيف ارتفعت خلال السنة 28% رغم أنه موجودة جائحة كورونا، بحيث صنف 1987 محتوى تختلف المحتويات بين 412 فيلم منها 7 أفلام سعودية، 496 مقطع تشويقي و632 لعبة. جيد. من جانب آخر، هل يتوقف عمل الهيئة سيد هتان عند التراخيص والتصنيف والفسح فقط؟ صحيح، لا يتوقف عمل الهيئة على الترخيص فقط، بحيث أن الهيئة برضو تفتح أجهزة الإرسال والبث والاستقبال وإنتاج المحتوى الإعلامي، بإضافة إلى إصدار البطاقات المهنية الخاصة بالإعلاميين، بإضافة إلى مكافحة القرصنة الخاصة بالمحتوى الإعلامي. ماذا عن جانب إجراء العمليات والأتمتة تحديدا في هذا التوقيت؟ عفوا، عن عمليات الهيئة وتسهيل إجراءات العمليات للهيئة والأتمتة. صحيح، الهيئة خلال العام أو خلال الفترات السابقة كنت راجع على أنظمتها وتشريعاتها بشكل مستمر، بحيث أنها تمكن تسريع عجلة التطور، بحيث أنها تتواكب مع كل سنة بسنتها تتواكب مع التطور اللي يصير في القطاع الإعلامي عبر تسهيل إجراءات العمليات وأتمتتها ليكون رابط استراتيجي من رابط الاقتصاد الوطني. نعم.